لا طبعا ما يؤدي الى الاثبات يقينا يبقى يؤخذ به. يعني لو ثبت فعلا ان الطب ممكن يثبت ان فلان ابن فلان عن طريق فصائل الدم او كده دي يثبت بيها حكم شرعي يا حضرتك؟ لا، الفصائل الدم بتتشابه بعضها البعض، يعني فصائل الدم محصورة في عدد ما في عدد معلوم. نعم. فصلت كيت وفصلت كيت وفصلت كيت. نعم. على العالم ده كله هو بيبقى يتشابه. ايوه. ولذلك لما بينقلوا دم بيشوفوا الدم المناسب للمنقول اليه. نعم. والا يموت. نعم. يبقى اذا فصائل الدم ما تكفيش في اثبات النبوه البنوه. نعم. والبنت وفرض البنت الواحده وبنت الابن عند فقد البنت. حتى لو فرضوا انه وأن شهد شهود أربعة أن فلان زنى بهذه فلانة وأن ذلك الولد منه ما يثبتش. مش لازم يكون معقد كمان، خصوصا البلوى دلوقتي أطفال الأنابيب. نعم. لخبطت الدنيا أطفال الأنابيب دي اللي ما بيخلفش أصلا أو ما بتخلفش أصلا يجيبولها حيوان منوي من اي شخص اخر ويعمل العملية. ولذلك منعنا اطفال الانابيب لان ما يؤدي الى الممنوع يكون ممنوعا. سد الذرائع عند الملكية. الباب اللي يجيلك منه ريح سده السريح. وفرض البنت الواحدة. طب استطرادا حضرتك، استطرادا يعني اللي تعمل كده، اللي يعني تعمل موضوع طفل الانابيب ده عن طريق يعني حيوان غير زوجها، هل يعتبر زنية وتحد؟ لا. نعم. لان الزنا علاج وكشفت او اضراها عن مقصورها في فرج محرم. نعم. علاج وده مش علاج. لو ان امرأة استدخلت منية رجل أجنبي. نعم. يبقى زنا؟ لا. لا. يعني ما فيش إله. نعم. وفرض البنت الواحدة. أيوه. وبنت الابن عند فقد البنت. والأخت الشقيقة والأخت من الأب عند فقد الشقيقة. أيوه. وإنما ترث كل واحدة من هذه الأربعة النصف عند انفرادها عمن يعصبها من الذكور. فقوله هذهن عم معصب. فقوله افراد راجع الى الخمسة والزوج لا يكون الا واحدا، واما الاربع الباقيات فلا يفرض لكل واحدة منهن النصف الا اذا كانت منفردة عمن يساويها من الاناث. يعني لابد ان تكون واحدة او بنت واحدة او بنت ابن واحد. اما اذا كان وياها من يساويها من الناس يقول اثنين ياخذ كلتين جاي في بابها بقى. فلو تعددت فرض للمتعددات الثلثان كما سيأتي. كما سيأتي. ويشترط أيضا انفرادهن عن معصب، لأنه إذا كان مع الواحدة منهن من يعصبها ورثت معه بالتعصيب لا بالفرض كما سيأتي، وكل ذلك بالإجماع لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه. الإجماع. نعم. ذلك ثابت بالإجماع، الإجماع الذي ثبت واستنبط من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من كلام الله لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، وقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك.
وأجمعوا على أن ولد الابن ذكرا كان أو أنثى قائم مقام الولد في الإرث والحجب والتعصيب، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى. وعلى أن المراد بقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، الأخت من الأبوين والأخت من الأب دون الأخت من الأم. يعني جاي الأخت من الأم هيبقى لها فرض آخر. قال اللي هو السدس، إذا كانت منفردة، إذا كانت مع مثلها يبقى لهم إيه؟ نعم التلت. نعم. قال باب أصحاب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منع، وهو لكل زوج. منعه من الميراث كليا ولا منعه من استحقاق النصف؟ منعه من استحقاق النصف إلى الربع. نعم. وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر وده اللي بيسموه حجب النقصان. نعم. هو الحجب نوعين، حجب حرمان وحجب نقصان. نعم. حجب الحرمان أن يمنع الشخص الوارث من إيه؟ من الميراث. من الميراث أصلا. نعم. زي الفرع الوارث لما يحجب الأخ لأم. أيوة. يبقى ده حجب إيه؟ حجب حرمان. الفرع الوارث لما يحجب الزوج من النص إلى الربع، أو حجب نقصان من الربع إلى الثمن، فده حجب إيه؟ نقصان. حجب نقصان. ولذلك عرفوا الحجب منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أصغر أو من أوفر حظي، منعهم من الإرث بالكلية أو من أوفر حظي. حظيه موزوع له النص والربع. نعم. يبقى الأوفر إيه؟ النص. يبقى يمنعه منه. أيوة. الى ايه؟ الى الربع. والزوجة لها الربع والثمن لما يوجد الفرع الوارث يبقى ايه؟ نعم، الربع الى الثمن. يبقى ينقلها من الاوفر، اوفر نعم. الحظين وهو الربع الى الثمن. نعم. وذلك انطبق عليه التعريف. نعم. وذكر اولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. أقول والربع فرض اثنين من أصناف الورثة، فرض الزوج فرض الزوج إن كان معه ولد الزوجة أو ولد ابن لها، سواء كان ولدها من الزوج أو من غيره، وفرض الزوجة أو الزوجات إن كن متعددات مع عدم ولد الزوج أو ولد ابنه، سواء كان منها أو من غيرها، كل ذلك بالإجماع لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم، وقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، وقول الناظم والربع إلى آخر الأبيات، أي وللزوج الربع إن كان مع الزوج من ولد الزوجة من يمنعه من النصف إلى الربع، وهو الولد ذكرا كان أو أنثى إذا لم يقم به مانع من الموانع السابقة، حتى لو قام به مانع كان وجوده كعدمه، فلا يحجب الزوج عن نصفه. لو قام بالولد دي مانع من الموانع التي تمنع الإرث، إيه الموانع التي تمنع الإرث؟ وأنه شخص من الميراث وحدث من عرس ثلاثي رفق وقتل واختلاف دين، تفهم فليس الشك كاليقين. احفظوا الرحبي إن شاء الله، هي عماد الميراث. نعم.
الأم منه ومن غيره من فيه. إذا كان للميت فرع وارث يبقى يحجب الزوجة أو الزوج من أوفر إلى الأقل، سواء كان منه أو من غيره، حتى لو كان من زنا. يعني لو فرضوا أن المرأة زنت فأتت بمولود ثم ماتت وتركت ذلك المولود، يبقى يحكم مين؟ يحكم الزوج من النص إلى الربع على طول. وقوله وذكر أولاد البنين يعتمد إلى آخره، معناه حيث اعتمدنا وجود الولد في حجب الزوج من النصف إلى الربع، فاعتمدنا أيضا وجود ولد الابن وعدم وجوده لأنه كالولد في الإرث والحجب والتعصيب إجماعا، كما قدمناه. الإجماع عند منصوب على إيه؟ هل كوني مجمعنا عليه؟ اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسر كشبر نظر وخفيز بغرى ومنوين عسلا وطنقا، يبقى تمييز. هل بمعنى يعني من جهة الإجماع على كوني مجمعنا عليه؟ ينفع هو الاثنين ينفعوا بتقول ليه يا سيدي؟ هو ينفع يبقى حال قال وصف فضلت منفصل في حالة فرض الإجماع، لا منفعش حالة عنها. ليه مولانا منفعش لي؟ منفعش لي؟ يبقى إذا كانك بتقول يأخذون كذا في حالة الإجماع، يبقى في غير حالة الإجماع ما يخدوش. حالة كوني هذا الحكم مجمعنا عليه، حالة كوني هذا الحكم ده بالتأويل بقى، تأويل مجمعا. ايوه هو تأويل الجامد هو المشتق صح؟ اصل إجماع إجماع مصدر ولا وصف؟ مصدر يؤول، والمصدر تأويل ايه نذهب الى التأويل؟ يعني وجه يعني صحيح مكتوب؟ لا ما التأويل لا بتأويل بتأويل وما لا يحتاج الى تأويل اولى مما يحتاج لتأويل. قوله لا طيب كما قدمناه. وهل الولد المذكور في الآية العظيمة يشمل ولد الابن حقيقة او مجازا خلاف؟ ده حتى يعني خارج عن الميراث. نعم. يعني الابن والبنت الاثنين يسموا ولد ولا حقيقة في احدهم في الاخر؟ باب من له الثمن والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فعلا ولا تظن الجمع شرطا فافهم. ولا تظن الجمع شرطا فافهم. اقول في الفرع الوارث. ايوه. واما في العدد من الاخوة لابد منه في في العدد. نعم. يعني لو فرضوا انه مات الميت وترك أمه وأخ واحد. أيوة مولانا. يبقى تاخد التين. لكن عدد من الإخوة يبقى تاخد السوس. حسب نقصان. أول ولد قلنا الجمع قبلها. قبلها أو مع أولاد البنين فاعلم ولا تظن الجمع شرطا فافهم. عاوز يمنع أصله بيقول إيه ومع أولاد البنين. أيوة. أولاد دي جمع، يبقى إذا لا تحجب من الثلث إلى السدس إلا إذا كان أولاد البنين عدد. قال لك لا تظن الجمع فافهم.
هذا الجامعة شرق ده الموسيقى واحد تاخد مختلف الربع إلى التمنية من الربع إلى التمنية لأولاد البنين ما بلغت نعم له من له التمن ايه رسال من له ايه ولو ثمن والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات مع البنين ادي جمعه او البنات ادي جمعه او مع اولاد البنين او مع اولاد البنين جمع برضه قال لك ولا تظن الجمع شرطا ففهمك اذا وجد واحد برضه ياخد ايه ياخد الثمن انا كان ذهني راح للام ايوه امونة يخليها تاخد الثمن أقول والثمن فرض نوع نوع واحد نوع واحد من أنواع الورثة واحد واحد فرض نوع واحد من أنواع الورثة فرض الزوجة أو الزوجات مع وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى إجماعا لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ويكفي في حسبها او حسبهن من الربع الى الثمن وجود واحد من البنين او من البنات او من البنات او من بني الابن او من بنات الابن كما في الزوج وليس الجمع شرطا اجماعا للآية والمصنف جمع البنين والبنات عشان النظم نعم وأولاد النظم هي اللي خلاته الجمع دي ولذلك نبه عليه ولا تظن الجمع شرطا جمع البنين والبنات وأولاد البنين لأجل النظم ودفع إيهام اشتراط الجمع بقوله ولا تظن الجمع شرطا وقوله فافهم تكملة للبيت طيب باب من له الثلثان برضو فيها تنبيه الى يعني زيادة تنبيه لا تظن الجمع شرطا وحط دي في ذهنك نعم كأنه بقول لك حط دي في ذهنك نعم باب من له الثلثان والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع وهو كذاك لبنات الابن فافهم سمع مفعول مطلق بمعنى الامر يعني فافهم مقالي فهم صافي الذهن وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد يعني في إجماع هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصيبي أقول والثلثان فرض أربعة من أصناف الورثة فرض الجمع من البنات والمراد بالجمع هنا ما زاد عن واحدة فيشمل البنتين فأكثر وفرض بنات الابن اثنتين فأكثر وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر وفرض اثنتين الأختين للأب فأكثر إجماعا وفرض الأختين للأب فأكثر إجماعا بقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وفيه خلاف شاذ والإجماع على أن هذه الآية أنزلت في أولاد الأبوين وأولاد الأب دون أولاد الأم وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد بالثلثين من تركة أبيهما كما صححه الترمذي والحاكم وغيرهما
سعد مين حضرتك؟ سعد بن الربيع. سعد بن ابي وقاص. شوفوا في الحجر. سعد مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن ابي وقاص مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتاني بنت سعد بن قيس او قالت سعد بن الربيع. قتل معك من الراوي يعني. نعم. قتل معك يوم احد اشفاء انهما ما لهما وميراثهما فلم يدع لهما مالا الا احدا كما ترى يا رسول الله فوالله ما ينكحاني ابدا الا ولهما مالا. قال ما يتجوزوش الا اذا كانوا اغنياء. نعم. فقال المرأة لاربع. نعم. لما لها احد. فقال يقضي الله بذلك. فنزل سورة النساء وفيها يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلي المرأة وصاحبها. فقال لعمهما اعطي الثلثين واعطي امهما الثمن وما بقي ثمن. اخرجه ابو داود والترمذي واحمد في المسند والدار قطن والحاكم في المستدرك والبياخي في السنن. ماشي ما هو الذهب تلتين اهو. باب من له الثلث. والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو سنتين. أو ذو عدد جمع ذو عدد. أيوه. بأكده. نعم. هنا ما يجيش ولا تظن الجمع شرطا في الخامس. نعم. ما يجيش هنا. نعم. هنا الجمع شرط. لأنه يتناقض. نعم. ولا من الإخوة جمع ذو عدد. كاثنين او سنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث ولا ابن معها او بنته او ولا ابن معها او بنته ففرضها الثلث لا او بنته ولا ابن معها او بنته ففرضها الثلث كما بينته وان يكن زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب. الحتة اللي اتكلمنا فيها. وهكذا مع زوجة تصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. ايوه. وهو للاثنين. يعني كأنه يقول لك ما تكسرش. خليك دائما في العلوم. وهو للاثنين او اثنتين من ولد الام في غير ميت. او ثنتين. غلط عندي ما ينفعش الموسيقى تتكسر كده. وهو للاثنين او اثنتين مش كده؟ او ثنتين او ثنتين يعني. او اثنتين. نمسينها كده ثنتين. وهو للاثنين او اثنتين. يعني ذكر كالغز. مكتوب مخطوطين في اثنتين. وكذا في الاصل. هو اثبت كذا في النظم من اول ثنتين. وقال تحت من الثلاث مخطوطات يعني الوزن يمشي حضرتك وهو الاثنين او اثنتين من ولد الام بغير ميل يعني شك يعني وهكذا ان كثروا او زادوا مين يعني شك ولا كذب مين حضرتك في الحاشية بيقول كذب في الحاشية بعد ماشي وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا وتستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المسطور او اوضح المسطور أقول والثلث فرض اثنين من أصناف الورثة
احدهما الام حيث لا ولد للميت ذكرا او انثى، ولا ولد ابن، وهو المراد بقوله ولدن ابن معها او بنته اي بنت ابن، وحيث لا من اخوة الميت جمع ذو عدد اي اثنان فاكثر يستوي فيه الذكور والاناث، فيشمل الاخوين فصاعدا او الاختين. هو حط ذو عدد ليه؟ الواحد ايه فادت ان الاثنين زي التلاته. ايوه لان يعني الاول قال جمع، وفي اللغه الجمع اقل ايه؟ اثنين، اقل ثلاثه، فاراد ان يدفع هذا الفهم وقال لك ولا تظن الجمع شرطا سبحانه، لكن الحته الثانيه اللي اقرا كده النص الثاني والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوه جمع ذو عدد كاثنين او سنتين، كاثنين او سنتين، يعني عاوز يبين ان المراد بالعدد بالجمع هنا مطلق التعدد. ايوه جمع ذو عدد اي اثنان فاكثر يستوي فيه الذكور والاناث، فيشمل يستوي فيه الذكور والاناث، دي من المميزات المميزه لمين؟ نعم. من الميزات التي امتاز بها الاخ لام. ايوه الاخ لام يستوي في ميراثه الذكر والانثى، يعني الانثى تاخذ السدس والذكر ياخذ السدس. لما يبقى اخ واخت لام الاثنين لام يقتسموا الدل فيما بينهم للذكر مثل الانثى. لا فضل لاحد على احد. ويحجب بالفرع الوارث والاصل الذكر. الثالث ان العدد يعني يعجبوا ان الاخ لام الاخوة لام يحبوبنا الام من الايه من السلك الى السدس الى السدس مع كونهم محبوبين، يعني هو يحجب ويحجب غيره، يعني كان مات الميت وترك ابا واما وعدد من الاخوه لام. الاخوه لام ساقطين بمين؟ محجوبين بالاب، ومع ذلك وجود العدد منهم يحجب الام. يبقى هو محجوب وحاجب. ماشي. يستوي فيه الذكور والاناث فيشمل الاخوين فصاعدا او الاختين فصاعدا او الاخ والاخت فصاعدا، لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث، وقوله تعالى فان كان له اخوه فلامه السدس، والمراد بالاخوه في الايه اثنان فاكثر ذكران او انثيان او مختلفان. ثم استطرد كلام دين عن مطلق الاخوة مش الاخوة اليوم، الاخوة الاشقاء او الاخوة الاخرى او الاخوة اليوم الكلام هنا يعني على المطلق الاخوة هم يحجبون يعني الاخوة 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 مطلق سواء كنا اشقاء او لاب او لام يحجبنا الام من الثلث الى الثلث. هناك هات اللي هات حاله الام من الاول. والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوه مطلقا جمع ذو عدد.
وجمعوا عدد عشان يجيب لي اثنين ده الاخير. هنا ثم استطرد فذكر انه يفرض للام ثلث الباقي بعد فرض الزوجية في صورتين تلقبان بالغراوين وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك، احداهما ان يكون للميت زوج وام واب، فللزوج النصف وللام ثلث الباقي بعده، وللاب الفاضل، والثانية ان يكون للميت زوجة فاكثر وام واب، فللزوجة الربع وللام ثلث الباقي بعده وللاب الفاضل. وثلث الباقي في الحقيقة فأكثر ولا فأكثر فين فين يا ولد؟ أن يكون للميت زوجة الثانية زوجة فأكثر فأكثر من زوجة فأكثر هي فين؟ دائرة العبارة. والثانية أن يكون للميت زوجة زوجة فأكثر، يعني زوجة فزوجتان فثلاثة فأربعة. نعم إذا فأكثر ما الفأكثر لي علامة ما قلنا ما في السلام وفي الدرس زي الصلاة. وإلقاء السلام سنة وحضور الدرس فرض إن لم يكن فرض عين فهو فرض كفاية، ولا شك أن فرض الكفاية اللي هو قدرناه الأقل أفضل من السنة. والجمع بين الحسنيين يا مولانا، يجمع بين الحسنيين زي ما هو إلقاء السلام حيطفع الدرس شرج السلام جمع بين الحسنيين. وثلث الباقي في الحقيقة طلب العلم على الأقل فرض كفاية. نعم بلاش نقول فرض عين، فرض كفاية. وإلقاء السلام سنة، هل تترك السنة لفرض الكفاية؟ هل يترك فرض الكفاية للسنة؟ ولذلك كان بعض العلماء يقتصر في العبادة بتاعته في أداء الصلوات الخمسة على الفرض فقط. فأحد التلامذة اللي عندهم يعني شجاعة سأل شيخه قال له ازاي يا مولانا بتصليش السنة؟ قال له أنا بقوم من الفرض إلى قراءة العلم. نعم والعلم فرض، قراءة العلم فرض كفاية، وأداء التوابع السنة، ولا يترك الفرض للسنة. الكلام معقول ولا مش معقول؟ معقول وسليم. وثلث الباقي في الحقيقة سدس في الصورة الأولى وربع في الثانية، فهو من الفروض الستة. يعني عاوز أول يحول المسألة اللي هي العمريتين دول، عاوز يحولهم إلى أنهم خرجوش عن الفروض اللي معانا. ليه؟ لأنها في إحدى الفروض بيبقى إيه؟ بيبقى سدس. لا تلت الباقي بيساوي سدس. لأن بعد نصيب الزوج هي لها تلت الباقي، تلت النص كام؟ سدس. يبقى قال الى الفرض السادس ولا لا؟ كذلك في الفرض الثاني بيقول الى الربع، والربع مذكور في كتاب الله ولا لا؟ يبقى لما ننتهى تلت الباقي في الصورتين ما خرجناش عن كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. فهو من الفروض الستة وراجع إليها. وإنما قيل فيه ثلث الباقي
موافقة للفظ القرآن تأدبا، لأن القرآن قال تلت وأطلق. نعم. وكلمة تلت الباقي ما خرجتش عن كلها تلت. أيوه. نعم. والثاني ممن فرضه الثلث العدد من أولاد الأم ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر أو مختلفين فأكثر، ويقسم على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم. هذا الحتة اللي بنقول إن اللي يتميز بأن الذكر زي الأنثى. أيوة. إجماع. إجماع. لقوله تعالى لأن صلة بالميت الأنوثة. فإن كانوا لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أي أكثر من أخ لأم أو وأكثر من أخت لأم فهم شركاء في الثلث. وظاهر التشريك التسوية في القسمة، وإليه أشار بقوله كما قد أوضح المسؤول. بخير في الله. بارك الله فيك يا مولانا، جزاك الله خيرا. حتى حضرتك قلت هتلاقوا اللي ليه نصف من الرجال الأخ اليوم. الأخ اليوم. ميراث الأخت الأم إيه؟ الأخت الأم سوء سوء.
ما يكونش في مانع من الموانع لك. اذا لم تحجر ترس زي الاخ سواء بسواء. ولذلك برضو قلنا من مميزات الاخ الام ان الانثى فيه في الذكر سواء بسواء، لكن في غير هذا الانثى على النصف من الذكر في من هو من المستوى. يعني ميراث الاخت الام هو ايه؟ السدس. السدس. ولذلك ما حصل السدس حتلاقيه في الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: باب السدس. باب السدس. نعم. واقفين عليه ولا أنا أرانا ولا أنا. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ثم بنت ابن وجد. بيجيب المستحقين إجمالا. سبعة من العدد هذا الإجمال بتاعه. والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. شوف، ولذلك عبر الولد الأم، وإحنا قلنا في الميراث إن الولد يشمل إيه؟ البنت والولد. نعم. لكن لما يكون يريد الذكر أو يريد الأنثى لازم يعبر بنت بما يدل قطعا على ذاته. أقول: والسدس فرض سبعة من عدد الورثة، وهم الأب والجد والأم والجدة وبنت الابن والأخت من الأب، والسابع ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. ذكرا كان أو أنثى. ذكرهم. يعني لو وجدت مات الميت وترك أخت لأم تأخذ السدس، أخ لأم تأخذ السدس، أخ وأخت لأم الاثنين ياخدوا التلت ويقتسموا مناصفة. نعم. حضرتك مش قلنا إن ولد الابن يحل محل أبيه؟ ولد الابن يحل محل أبيه عندما يموت. يعني يموت، يعني مثلا لو جد، يعني لو جد يعني وابنه مات وترك ابن ابنه. ابن ابنه. فالابن ابنه ياخذ ايه؟ ميراث ابيه. ياخذ ميراث ابوه. البنت ما تقومش في برضه نفس الكلام. تاخذ ميراث ابوه. البنت تاخذ ميراث ابوه. وهنا حضرتك بتقول بنت الابن تاخذ سدس. بنت الابن ده لما يكون مات وطلعت ايه؟ طلعت بنت الابن. تاخذ ايه؟ بنت ابن تاخذ السدس. لما يكون معاها بنت، لما يكون معاها بنت مات الميت وخرج بنتا وبنت ايه؟ وبنت ايه؟ البنت هتاخد النص. النص. بنت الابن هتاخد السوق. هذا مش هي المفروض تاخد ميراث ابيها ولا الابن بس هو اللي ياخد ميراث ابيها؟ لا، والبنت تاخد ميراث ابوها. ابوها المفروض ياخد اللي هو يعني ضعف الانثى. يعني المفروض مات الميت، مات الميت وترك بنت وبنتين. الابن اللي موجود، الابن كان مات في حياة مين؟ في حياة ابوه. في كل محل هو المفروض الابن بياخد من ابوه ضعف البنت. ايوه، بس في حدود السؤال، حدود التلت، لأن دي وصية مش ميراث، أصلها وصية. بنديها تحل محل أبوها وصية، مش فرضا يعني. لا، مش فرضا. نعم. لذلك حدود التلت تاخد حدود التلت. في حدود التلت. طب ما تاخدش الأول نديها النص مثلا، ونشوف النص ده هيساوي التلت بالنسبة للتركة ولا هيزيد. هزيد. إن كان يزيد نردها إلى التلت. ماشي، المفروض يبقى تاخد التلت. إذا تاخد التلت. أنا بديها النص. لا، ما نديهاش. هنا السدس قصدي. هنا في الناظم نديها السدس. ده لما يموت وترك بنت إيه؟ الابن ما زال على قيد الحياة. بنت إيه؟ ما لم ترث ما نديهاش بالوصية. لا وصية للولد. إن كانت ترث.
في حالة ترث وفي حالة لا ترث. لا ترث انت كان ترك الميت مات وترك ابنا وبنت ابن مات في حياة ابوه. ترك ابنا وبنت ابن مات في حياة ابوه. نقوم نفترض البنت دي تولد زي دي. بالظبط. يبقى لها ايه النص؟ يبقى لها النص. وبعدين لما نلاقي النص نقول لها لا نردك الى التلت. يعني انت بتعطيش بالفرض. انت بتاخد بالتعصي. بتاخد بالوصية. بالوصية. بالوصية الوصية. بتاخد التلت. بتاخد التلت. لما نديهاش التلت رأسه. احنا بنفترض المسألة ونفترض ان ابوها موجود. كان ياخد كام؟ نص. كان ياخد النص. نقول لها انت استحقاق اللي طرق لنصيب ابيك زاد عن التلت وانت بترثي بالوصية الوجبة لا بالميراث. فننزلها للتلت. فننزلها للتلت. نردها الى التلت. ما نردش الى التلت من الاول. لان جايز يكون معاها مثلا ابنين وهي. مات الميت وترك ولدين يبقى ابوها موجود. نفترضه انه موجود ابو ثلاثة. يبقى التلت هنا يساوي الوصية. يساوي الوصية. لما يكونوا ثلاث اولاد. وده ودي بنت وولد رابع. يبقى هتاخد الروح. نرفعها الى نديها الروح. ما نرفعهاش الى التلت. يعني هي بتاخد بالوصية. تلت النص ولا تلت التركة؟ لا تلت التركة. طب وهي حضرتك اديها السدس. السدس مش التلت. فين؟ هو بنت لابني تاخد باب من له السدس. فقال هو بنت لابني. بنت لابني تاخد السدس وانت تاخد النص. اذا انفرض عن معاصي وانفرض عن حال. عن حال. يبقى تاخد النص. لكن لما توجد هنا معاها مين؟ معاها بنت. بنت. معاها بنت. ولذلك هيقول الكلام. ذكرهم الناظم هنا ذكرهم الناظم هنا إجمالا ثم أردف ذلك بتفصيل كل واحد وشرطه. فقال فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو أثره ويحتذي وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. أقول فالأب والأم كل منهما يستحق السدس يستحق السدس مع وجود الولد بنص القرآن. مع وجود الولد. نعم. إن كان له وهو قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وأشار إلى هذا بقوله بتنزيل الصمد. والصمد اسم من أسمائه تعالى وولد الابن كالولد في هذا إجماعا كما تقدم لأنه ما زال يقفو أثره ويحتذي بالذال المعجمة. على فكرة وأمه مثل الأم هتاخد التلت
تلت البلد، هتاخد تلت البلد، وان تجد وانه وان يكن زوج وام واب فسلك الباقي لها مرتبه، وهكذا مع زوجه فالصاعده، يبقى هتاخد تلت الباقي، وهو ياخد ايه؟ ياخد الباقي بالتعصيب، حاله يرث فيها بالتعصيب، وهي ما اذا لم يكن له ولد في التركه، ولد يعني ابن او بنت او ابن ابن او بنت ابن. نعم. يبقى ياخد في هذه الحاله ايه؟ بالتعصيب. بالتعصيب. مات الميت وترك ابوه، ياخد التركه كلها. مات الميت وترك زوجته. زوجته هتاخد مين؟ تاخد الرب. تاخد الرب. والباقي يبقى لمين؟ لابوه. يبقى الاب يرث بالتعصيب فقط اذا لم يكن للميت فرع وارث. نعم. واخدين بالكم؟ ايوه. الحاله الثانيه يرث بالفرض والتعصيب. فرضا وتعصيب. وهو ما اذا كان مع الميت كان للميت فرع وارث انثى. فرع وارث انثى. يبارز بايه؟ الفرض والتعصيب سويا. يعني نديله السدس فرضا والباقي تعصيبا. الباقي بعد ذوي الفروض اذا كان معاه زوجته وبنته وبعدين نديله السدس وياخد الباقي تعصيبا. واخدين بالكم؟ ايوه. الحاله الثالثه يرث بالتعصيب، يرث بالفرض فقط. الفرض فقط. الحاله الثالثه يرث بالفرض فقط، وهو ما اذا كان مع الميت ابن، ما مات الميت وترك ابنه ذكر. ابن ذكر؟ ابن ذكر. واخدين بالكم؟ ايوه. ندي للاب السدس ولا فيش تعصيب. ليه؟ قال لان الحارس بالعصوبه مين؟ الابن. والبنوه مقدمه على الابوه. البنوه مقدمه على الابوه في التعصيب. يبقى عرفنا حالات الجد، حالات الاب. الاب يرث بالتعصيب اذا لم يكن معه فرع وارث اصلا. الأب يرث بالفرض والتعصيب إذا كان معه وارث أنثى. فرع وارث أنثى. فرع وارث أنثى. البنت بس يعني. أو بنت الابن. البنت أو بنت الابن. يرث بالفرض والتعصيب. بالفرض والتعصيب، ما احنا قلنا إذا كان معه فرع وارث أنثى. نعم. يرث بالفرض فقط إذا مات الميت وترك ذكره. يرث بالفرض فقط إذا ترك، إذا كان معه ذكر. ذكر. فرع وارث ذكر. يبقى حضرتك الصوره اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بنت الابن، لما الاب يرث السدس يعني بنته تاخد محله. والابوين لكل واحد منهما السدس مما ترك، فبنته تاخد محله. لو هو توفي يعني. بنت الابن هتاخد، اصل بنت الابن هنا مات الميت وترك بنت ابن، دي هتلف بالفرض على طول، تاخد النص. النص. لان مفيش من يحبوه او من يعصبه. تاخد النص بالفرض. هي ثالث بالتعصيب انثى، ثالث بالوصيه انثى. اذا كان معها من يحبوها. اذا مات الميت وترك ابنه وبنت ابن تاني. ابنه وبنت ابن. المفروض انها تاخد التاني. يعني هي ما تاخدش الاصل. نوصي لها بالثلث. نقوم نديها ما كان ياخذه ابوها في حدود التلت. النص وننزلها. النص وننزلها الى ايه؟ ننزلها الى التلت. في صوره اخرى نديها اللي يطلع عليها نصيبها، اذا كان في، اذا كان
نصيبها اقل من الثيل اللي يطلع عليها، اللي هو لو مثلا هو ترك ست اولاد مثلا، فيبقى ابوها له السدس فيتاخد السدس. قال فالأب والأم، كل منهما يستحق السدس مع وجود الولد بنص القرآن، وهو قوله تعالى ولأبويه لكل منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وأشار إلى هذا بقوله بتنزيل الصمد، والصمد اسم من أسمائه تعالى، وولد الابن كالولد في هذا إجماعا كما تقدم، لأنه ما زال ويانا في المراس، يعني ويانا في الفهم اللي بنقوله ماشي. وولد الابن كالولد في هذا إجماعا كما تقدم، لأنه ما زال يقفو أثره ويحتذي بالذال المعجمة، يعني هو منزل منزلة الإب. نعم. أي ما زال يتبع الابن ويقتدي به في أحكامه. والسدس للأم أيضا مع اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، هذا الشرط بتاعها. نعم. تأخذ السدس إنت، هي الأصل لها الثيل. نعم. فتأخذ السدس إنت إذا كان في عدد من الإخوة، والمراد بالعدد اثنين فصاعدا. نعم. عدد من الإخوة أخوات أو إخوة أشقاء أو إخوة ذكور، عدد من الإخوة أو فرع وارث. والسدس للأم أيضا مع اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات مطلقا إجماعا قبل خلاف ابن عباس وغيره. مطلقا يعني الأخوات اللي جات الأب والأم من جات الأب فقط، يعني العدد من الإخوة يحجب الأم من الثلث إلى السدس، سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة خليط أو إخوة لأم، عدد من الإخوة مطلقا معنى الإطلاق التعميم في أنهم إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم أو خليط. نعم. إجماعا قبل خلاف ابن عباس وغيره. يعني دليل على هذا الإجماع. الإجماع أنت قبل خلاف ابن عباس، وإلا بعد خلاف ابن عباس ما يبقاش إجماع. لا ينعقد إجماع بعد خلاف. قبل خلاف ابن عباس وغيره لظاهر قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقوله فقس فإن كان له إخوة، وجه الدلالة إيه؟ إذا كان له إخوة والإخوة مطلق الإخوة. نعم. الإطلاق إن كان له إخوة مطلق الإخوة، حيث لم تقيد لا بشقاء ولا بأب ولا بأم. أيوة. يبقى الإطلاق ده يدل على أن المراد بالإخوة الإخوة مطلقة. أي نعم. وقوله فقس هذين أي فقس على الاثنين من الإخوة في كلامي ما زاد على اثنين وأولى. قال يعني إذا كانوا الاثنين بيحجبوا الأم من الثلث إلى السدس، يبقى الزيادة تبقى من باب أولى، إذا الثلاثة يحجبوها إلى أربعة يحجبوها. أول هي أولى ولا أولي؟ أولى. قال والجد مثل الأب عند فقده. يقولوا من باب أولى. نعم. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده ومده. يعني تشيل الأب وتحط الجد مطرحه حيث الأب مش موجود، لأن الأب لو كان موجود يبقى الجد إيه؟ نعم. مش هياخد، لأن ما فيش واحد يري مع وجود من يدلي به إلا الأخ لأمه. ولو ملوش عصر صح؟ نعم. ملوش أبناء. يعني الجد ينزل مكان الأب لو الأب مش أبناء. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. لكونهم في القرب وهو أسوة، يعني الاثنين
متساويين في الإدلاء للميت. الإدلاء للميت إلقاء الأب بيدل للميت بالجد بيدل للميت بالأب يعني الوصفة اللي بينه وبين الميت الأب. كذلك الإخوة بيدلوا للميت بالأب برضه يبقوا الاثنين متساويين. نعم. ما نقدرش نفضل إذا كان هناك إخوة مع الجد ما نقدرش نفضل الجد عليهم بخلاف ما إذا كان الأب موجود مع الإخوة بنفضل الأب عليهم لأنه أقرب. نعم. من بالكم؟ نعم. يعني إذا مات الميت وترك أبوه وإخوه أشقاء حتى تفرقهم أشقاء هم بيدلوا بمين؟ الإخوة بيدلوا بمين؟ بالأب. والأب بيدلي بنفسه. نعم. إذا هو يقدم عليهم ويبقى الإخوة يحجبوا. نعم. لكن مع الجد دول مساويين للجد سواء في ثواب الإدلاء بالأب. نعم. لأن الجد يدلي إلى الميت بالأب. بالأب. والإخوة أشقاء بيدلوا للميت بالأب. بالأب. إذا تساويا فلا سبيل إلى إسقاط أحدهما بالأب. نعم. نعم. الجد الفاسد قلنا هو الذي يدلي بأنثى في طريقه إلى الميت. يعني زي أبو أم الميت هو ده جد الميت مش كده؟ بيدلي بمين؟ بالأم. يبقى فاسد. فاسد يعني ايه؟ يعني ما يرث. لا يرث. الجد الصحيح هو الذي لا يكون في طريقه إلى الميت أنثى. يعني يبقى أب الميت. أب الميت. الجد الفاسد أب الميت دي في طريقه إيه؟ في طريقه أنثى. سواء كانت الأنثى مباشرة للميت أو كانت بعيدة عن الميت كان طالت السلسلة شوية. نعم. قال أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث. أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث. مع الجد ترث. الأم للثلث مع الجد للثلث. للثلث. أو أبوان معهما زوج ورث. أبوان يعني أب وأم. وإزاي يسميهم أبوان؟ زي أولاد. تغليب. تغليب للأب. تغليب. نغلب لأحد الصنفين على الأرض. زي ما تقول أكرم أبويك. نعم. أبويك أب وأم. نعم. يبقى في تغليب. نعم. يعني مات الميت وترك أبوه وأم وزوج معهما زوج ورث. نعم. فالأم للجد فالأم للثلث. هو كان الثلث ترث إيه؟ مع الجد ترث. مع الجد ترث. سواء ترك زوج رجل او انثى يعني مات او مات وتركت زوج او مات وترك زوجة وابوها. مات الميت وترك ابوين اللي هو اب وام. زوجة ومعهما زوج ورث. زوج هنا زوج الرجل. زوج. لكن لو زوجة ما لا لو زوجة ايش معهما زوج ورث راها كده ما نشوف حيقول ايه. حاضر. او ابوان معهما زوج ورث فالام للثلث مع الجد ترث. وهكذا مع زوجك فصاعدا. نعم. وهكذا ليس شبيها بالابي في زوجة الميت وام وابي. وحكمه يعني برضو يبقى زي الزوج والزوج. نعم. يعني مات الميت وترك أبويه وزوج وجده. نعم. وترك في الصورة الثانية مع
مات الميت وترك أبويه وزوجة وجد. في هذه الحالة ترث كتير. لكن لو كان بدل الجد أب، يبقى في هذه الحالة نديها إيه؟ نعم. نديها تلت الباقي. في هذه الحالة نديها تلت الباقي. يبقى في فرق بين الصور الأربعة. معانا مات الميت ترك أبوين وترك أبا وأما وزوجا، يبقى الميت أنثى. نعم. أيوة. وجدة. أيوة. ماشي. جد. مذكر. يبقى في هذه الحالة الأم حترث كتير. ماشي. صورة تانية. مات الميت وترك أبوه أب وأم وزوجة. يبقى هو راجل. وجد. يبقى برضو الزوجة هتاخد التيل. الأم ولا هو إيه؟ الأم هتاخد التيل. بخلاف ما لو كان بدل الجد أبا في المسألتين أب في المسألتين فإنها اليمين الأم بنتكلم في الأم تأخذ ثلث الباب تلت الباب برضه مش تاخد تلت الباقي. ايوه. لان الاب اقرب من يعني هو هيحصل ان الزوجه هتاخد الربع. الزوجه هتاخد الربع. والاب هياخد السدس. الاب هياخد السدس. وابوه. ما فيش في الصوره دي ابوه. الصوره دي قلنا قصدي الجد. امشي للجد. الصوره الاولى نمسك الصوره الاولى. ترك أب الميت وترك أب وأم وزوج وجد هندي للأب هنا معانا مين؟ الأب حارس بالفرض حارس بالتعصيب فقط حارس بالتعصيب لأن المعارض فرع وارث لا ذكر ولا أنثى حارس بالتعصيب يبقى نخلي ده للأخ ندي الزوجة الأم تاخد التلت ندي للأم التلت والزوج ياخد النص والزوج هياخد النص لأن مفيش فرع وارث والجد هياخد السدس الجد والجد محبوب بالأب يبقى الأب هياخد الباقي بالتعصيب لما تموت الشوك هو حارس بالتعصيب ياخد الباقي فنيا هو يساوي السدس لكن فنيا ممكن نديله الباقي واخدين بالكم ايوه الصوره الثانيه لا تضعك أب وأم وزوجة وجد الأم هتاخد التلت برضه والزوج ياخد النص الزوجة تاخد الربع يبقى ناس خمسة على 12 وناس أب وجد أب وجد أيوة
إذا إحنا قلنا كده أبوين أبوين وزوجة وجد أبوين وزوجة وجد الجد محبوب بالأب يبقى الأب هو اللي ياخذ الباقي والأب اللي ياخذ الباقي بس إذا كده ياخد يعني تقريبا النص نص إيه اللي يعني إنك تاخد الجد غير موجود اصلا الاب بيحجبه يعني نعتبره غير موجود ومخفف يترفع على هذا الاساس فالأم للثلث مع الجد ترث مع الجد ترث الأم ترث ترث مع الجد تاخد الثلث يعني مات الميت وترك أمه نعم الأم مع الجد ترث الثلثي الأم للثلثي مع الجد ترث مع الجد ترث يبقى هو ترك أم وجد ترك أم وجد وأبوين مثل الأبي لا أقول كده لا هكذا ليس لا هتقرا الكتاب بقى عشان نصحح المسائل حاضر لأن المسائل لفت معانا فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في مكملة مكمل البيان البيان في الحالات يعني عاوز يقول مات الميت وترك زوجا الميت أنثى بقى نعم مات الميت وترك زوجا وأما وأب مات الميت وترك زوجا وأما وأب هنا بنديها ايه بنديها تلت الباقي بنديها الزوجة ياخد النص الزوج هياخد النص والأب ياخد الثلث ايوه مين الأب مات الميت الأب الأول يديه الثلث
حالة التعصيب الأم هنديها تلت الباقي تلت الباقي تلت الباقي والأب هيديله الباقي. يبقى المسألة هنا بقى تفصيل المسألة تأصيل الأصل معانا نص نعم مش كده ايوه ومعانا تلت ايوه لما نحب نعرف أصل المسألة كام نجيب المضاعف المشترك المشترك بين المقامات ست نعم يبقى نضرب اثنين في ثلاثة بست يبقى الأصل ست ايوه هنديله ده ثلاثة وثلث الستة كام؟ اثنين الباقي ثلاثة واثنين خمسة يتفضل واحد للمين؟ للأب للأب ماشي بنديها ثلث الباقي ايوه ثلث الباقي يساوي كام؟ لو اديناها ثلث هتاخد اثنين لو اديناها ثلث يعني ثلث ثلث الكل يعني هتاخد اثنين في الوقت نفسه الاب هياخد واحد الاب هياخد واحد بالتعصيب يبقى اذا انقلبت الايه وان الذكر كان اقل من الانثى وهما في درجات واحده نقوم نديها ثلث الباقي لما بنديها ثلث الباقي الباقي كان فاضل كام؟ ثلاثة كان فاضل ثلاثة ثلث الباقي يبقى كام؟ واحد يبقى واحد وهو واحد يبقى ده ثلاثة وده واحد وده اثنين وده يتفضل له اثنين يحصل كده يبقى تحققت القاعدة وهي أن للذكر مثل حظ الأنثيين نعم اديناها كده خلوا بالكم منه ايوه المسألة الثانية زوجة المرأة دي زوجة وأم وأب برضو بندي الزوجة الربع لأنه ما فيش فرع وارد الأم تلت الباقي والأب الباقي والأب الباقي تعصي يعني عصر أيوة. الربع هي ثلاثة في أربعة باثناشر يبقى الأصل اثناشر أيوة. الربع ثلاثة تلت أربعة لما نديها بتلت يبقى تاخد أربعة تلت اثناشر لما نديها بتلت هتاخد أربعة مش تلت الباقي احنا بنقول لو اديناها اديناها تلت بنبين عشان يبقى فيه الفرق ازاي بيجي ايوه ليه اديناها تلت الباقي ما اديناهاش التلت ايوه ما كانت تستحق التلت لانها منفرده عن عدد من الاخوه والفرعوات كانت تاخد التلت نعم قال لك لا التلت ده هيؤدي الى انها تزيد عن الاب والدرجه الواحده وده خلاف القاعده مع انهم في درجه واحده يبقى بنديها تلت الباقي علشان تتحقق القاعدة العامة وهي أن للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما نديها التلت هتاخد أربعة. أربعة. أربعة وثلاثة سبعة يتفضل خمسة. أربعة وخمسة ما زادش هو عليها بالضعف. بالضعف. نقوم نديها تلت الباقي. اللي هو التسعة. تلت الباقي تسعة يبقى كام؟ ثلاثة. 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 والأب ياخد ستة. والأب هياخد ستة الباقي ست يبقى إذا تحققت القاعدة وهو أنه صار للضعف لو كان بدل شو هذه المناظرة اللي بيعملها بين الأب والجد أيوه لو كان بدل الجد في المسألة بدل الأب في المسألة الأولى جد مات الميت وترك الأول إيه؟ زوج زوج وأم وجد وجد هنا هندي الزوج ايه النص النص
الام هنديها الثلث على طول ما نقولش ثلث الباقي. يعني هي اعلى منه في الدرجه لسه. الجد الباقي الجد الباقي النص اللي بالستة برضه القرص ستة. النص ثلاثة. طيب. اثنين. اثنين. اثنين وثلاثة. خمسة. واحد. طيب. هو في هذه الحالة ما نحتاجش للتعويض. نعم. لا. ما نحتاجش للتعويض. ليه؟ هم أعلنها أقرب إلى الميت لأنها تبلي بنفسها والجد يدلي بالأرض دي بيدلي بوصة وهي بغير وصة ما فيش مانع إنها تكون أكثر منه. فنديها التلت. المسألة الثانية برضو بالنسبة للجد زوجة وأم وجد الربع نديها الربع والأم التلت ما نقولش تلت الباقي وده الباقي. هيبقى المسألة من 12 ربع ال 12 3 وثلث ال 12 4 4 و 3 7 7 7 5 12 5. في هذه الحالة ما زادش برضو الضعف إلى عنها. طيب. لأن الضعف بتاعك كان يبقى 8. نعم. واخدين بالكم؟ أيوة. ليه ما عملناش المحاولة اللي عملناها في الأرض؟ لأن هو أعلى منها. لأنها هي أقرب منه لأن هو يدلي بالأرض وهي تدلي بنفسها فما فيش مانع من أنها تزيد في الميراث عنه. نعم. المراوح. في بورة ثانية. هو يصح إن هو يزيد عنها يا مولانا كده؟ نعم. يصح إن هو يزيد عنها في الحالة دي من غير إعادة حساب. الجد. هيزيد إزاي؟ ده إحنا بنديله الباقي اللي يفضل. ما هو الباقي أكتر من اللي خدته الأم اللي هو خمسة. ومال؟ جد زي. مش مشاكل. هيضرناه. بعضهم بقى بيعترض بيقول لك ان العمليه دي بالنسبه للام بالنسبه للام اديتها تلت الباقي خالفه يبقى ده مش في الفرائض المذكوره في كتاب الله. لان الفرائض المذكوره في كتاب الله نص ربع ثلث تلتين ثلث سدس. يبقى الفروض المقدره في كتاب الله ست. هي لما تاخد تلت الباقي تلت الباقي هيبقى كام؟ تلت الباقي قلنا هيبقى ثلاثة حضرتك؟ تلت الباقي ثلاثة. ثلاثة من ستة يبقى ايه؟ ثلاثة. يبقى نص. ثلاثة من ستة ثلاثة. ثلاثة من ستة ثلاثة على ستة يعني نص. خلينا هنا هو قبلك تقول. ايوه. هي خدت واحد. واحد. يبقى سدس. يبقى سدس. والثانية نص. ثلاثة على اتناشر يبقى ربع. 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 الربع مذكور في كتاب الله ولا لا؟ مذكور. والسدس مذكور في كتاب الله ولا لا؟ مذكور. مذكور يبقى إذن هذا الأمر إلى كتاب الله. يبقى في موازنة بين ما إذا كان بدل الأب جد يبقى تأخذ التلت على طول. وأما إذا كان في المسألة أب يبقى في هذه الحالة تأخذ سدس إلى تلت الباقي. نعم. ولكل تحقيقا لإيه؟ تعرف بين الأب والجد. انقلوها انقلوها بعدين ان شاء الله. قال المراس عاوز كتابة. لان الدماغ هيحفظ تلت وربع وثمن وثمن وسدس. نعم. طب حضرتك في فرق المسألة الأولانية كان في أب وأم وزوج وجد أو زوج وجد أب وأم وزوج وجد أب وأم المسألة الأولانية
يبقى الجد مش حياة. طيب الجد مش هياخد وما بقاش له اعتبار. بس هو كانت المسألة دي كان أب هياخد سدس والأم مش هتاخد سدس. أنا شفت إن هدول السدس المرة اللي فاتت اللي بيتقلب لأن الأم بتاخد نص اللي الأب. فهي لما حصل لما حصل السدس كده أخويا تفضل أسند لك بس. مسألة إيه يا سيدي؟ أب وأم وزوج. أب وأم وزوج زوج وجد جد. الجد حكوله مين يعني محبوب؟ محبوب بالأي محبوب بمين؟ بالأب بالأب. يبقى إذا المسألة صارت إلى إيه؟ أبو أم وزوج. تبقى هي الأول. يبقى نفس المسألة. الجد لا يكون له اعتبار في هذه المسألة. مش بيحجب ويحجب غيره. زي مثل الإخوة. الإخوة الأم بيحجبوا ويحجبوا ويحجبون ويحجبون غيره. الإخوة الأم يحجبون ويحجبون. يحجبون ويحجبون. والجد هنا ما يحجب بس ما يحجبش غيره. ممنوع. لأن لو ادينا الأم هنا التل على العادة هيبقى ضعف الأرض. هيبقى ضعف الأرض. درجة واحدة. ونردها إلى إيه؟ تلت الباب. نعم. قال والأقول والجد عند فقد الأب مثل الأب مثل الأب. الجد حاعب يقول لك صبح مكان مين؟ الأب. مكان الأب. يعني شيل الأب وحطه هو. إلا في المسألتين دول. مثل الأب في أخذه السدس مع وجود الولد أو ولد الابن إجماعا. قلنا في الأب له ثلاث حالات. الجد له ثلاث حالات برضو عند انفراده من مين؟ من الإخوة. نعم. يبقى يرث بالفرض والتعصيب يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن معه فرع وارث ولا أب. لأن لو كان له أب يبقى هيحكمها. نعم. إجماعا لظاهر الآية. يعني نقدر نقول ان الاب عرفناها ثلاث حالات. حالة يرث فيها بالتعصيب وهي ما اذا لم يكن هناك فرع وارث للميت. يرث فيها بالفرض فقط اذا كان هناك فرع للميت انثى. فرع للميت ذكر. يرث فيها بالفرض والتعصيب اذا كان معه فرع وارث انثى. فاهمين دول؟ شيل الاب وحط مطرحه الجد. بس. في هذه الحالات له حالات تانية ما يبقاش زي الأرض. طيب. له حالات تانية ما يبقاش زي الأرض. نعم. يعني يبقى إذا الجد له حالتين. حالة يكون فيها زي الأرض. أيوة وحالة. وحالة لا يكون فيها زي الأرض. الحالة التي لا يكون فيها زي الأرض مين؟ إذا كان مع الجد إخوة. طيب. إذا كان مع الجد إخوة نعمل إيه؟ هنشركوا معاهم لأنهم متساويين في القرب بالنسبة لمين؟ الميت. بالنسبة للميت. لأن كل يدلي بالأب. يدلي بالأبوة بالأب. أما لو كان مكان الجد أب هيطرد مين؟ الإخوة. هيطرد الإخوة. لأنه أقرب منه. نعم. والجد عند فقد الأب مثل الأب في أخذه السدس مع وجود الولد أو ولد الابن إجماعا لظاهر الآية. لأن الجد يسمى أبا. وقوله في حوز ما في حوز ما في حوز ما يصيبه ومده ظاهره أنه كالأب في جميع أحكامه. فيحوز جميع المال إذا انفرد. ويأخذ ما أبقت الفروض إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن. ولكنه يخالف الأب في مسائل. استثنى بقى.
نعم. يعني الجد حطه مكان الاب في كل حالة الا في حالة ما اذا كان معه اخوة. ايوة. فيبقى له حكم خاص به. نعم. نعم. يعني زي ما قلنا دلوقتي ان الاب له ثلاث حالات. يبقى الجد له ثلاث حالات. نعم. هم الحالات دي نفسها. نعم. امتى مثل الاب؟ كلام المصنف مطلق ولذلك احتاج الى الاستثناء. ولذلك قال الا اذا كان هناك اخوه لكونهم في القرب وهو اسوه. نعم. مش كده؟ نعم. عاد يبقى الجد نحطه مكان الاب في هذه الحالات. في حاله ما اذا كان هناك اخوه، الاخوه بالاب بيسقط. لكن الاخوه مع الجد يشترك معاهم في الميراث. ليه؟ لانهم متساويين في القرب بالنسبه للميت. نعم. في رأي بيقول ان هما بيسقطوا. احنا بنقرا مذهب الشافعي. ولكنه يخالف الاب في مسائل. معنى الاستثناء. الا اذا كان هناك اخوه بيفسر كلمه الا اذا كان هناك اخوه. ليه؟ قال لانه احتاج الى الاستثناء. ليه؟ لانه قال والجد مثل الاب. نعم. يبقى اذا مثل الاب في كل احواله بقى. ومن احوال الاب الاب مع الاخوه. بيحكم الاخوه. اذا كان المقتضى التشبيه المطلق ان الجد مثل الاب في جميع الاحوال يصيبه ومثله. كان هذا التشبيه المطلق يقتضي ان الجد يحذف مين؟ يحذف الاخوه. قال لك لا، الا اذا كان هناك اخوه ما يبقاش مثل الجد مثل الاب. ليه؟ لان الاب بيحجب مين؟ بيعجب الاخوة، لانه بيدلوا بنفسه والاخوة بيدلوا به هو، ولا يرث شخص مع وجود من يدلي به. نعم. لكن هما بيدلوا بالجد؟ لا، ما بيدلوش بالجد، بل هما زي الجد في الادلاء الى الميت بالاب. يبقى حينئذ له حكم خاص في هذه الحالة. نعم. ولكنه يخالف الأب في مسائل، فلهذا استثني منها ثلاث مسائل. استثنى منها ثلاث مسائل. استثني مين الاستثنى؟ المعلومة الموجود معروف المصنف. فلهذا استثنى منها ثلاث مسائل. الأولى إذا كان مع الجد إخوة لأبوين أو لأب فليس حكم الجد معهم حكم الأب، لأن الأب يحجبهم إجماعا لإدلائهم به فهو أقرب منهم. والجد يقاسمهم لكونهم يساوونه في القرب، لأن الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب، فلذلك يقاسمونه على تفصيل. وسيأتي حكمه وحكمهم أي الجد والإخوة مكملا واضحا في الحالات كلها بعد ذكر الحجب. المسألة الثانية إحدى الغراوين. أيوة، اللي احنا كنا فيها الزوال. نبقى صحيح كده يا شيخ؟ الغراوين مظبوط. المسألة الثانية إحدى الغراوين، وهي أبوان وزوج للأم فيها ثلث الباقي. وزوج للأم فيها يعني عاوز يفسر بقى نديها ايه. نعم. للأم فيها ثلث الباقي بعد المسألتين الأوليين حللناهم. بعد فرض الزوج فيأخذ الأب مثليها. فلو كان بدل الأب فيها جد، هذا بيثبت الفرق بين الأب والجد في الحالة. نعم. كان للأم معه ثلث جميع المال. نعم.
كان للأم معه ثلث جميع المال. المسألة الثالثة ثانية الغراوين وهي أبوان وزوجة، فالأكثر للأم فيها أيضا وهي أبوان وزوجة فأكثر وزوجة فأكثر للأم فيها أيضا ثلث الباقي بعد ربع الزوجة، ولو كان فيها بدل الأب جد كان للأم معه ثلث الجميع أيضا. وكان الرجل أكثر من زوجة كلهم بياخدوا الربع الزوجات زوجة والزوجات يأخذن الربع في الصورة الثالثة. وبرضو الزوجة والزوجات في الصورة الثانية برضو يأخذن الربع في الحركة في الصورة الثانية، يعني العدد منهم زي أكثر من اثنين في عدد من الأخوة الأم يأخذ الثلث، ونجي نقسم الثلث عليهم بالسوية ذكورا وإناث. كذلك الزوجات كذلك الجدات، إذا كانوا جدات من جهات متعددة يبقى يشتركنا في السدس. ولو كان فيها بدل الأب جد كان للأم معه ثلث الجميع أيضا، فليس الجد شبيها بالأب في هذه المسائل الثلاث، لأنه لا يساوي الأب في إدلائه إلى الميت بنفسه. قال عرفنا أن في فرق بين الأب والجد. للمرة ويكون أصلي يوم